لكي نمنع الرفسة من أن تصبح انفجارا، يستخدم طاقم برج الحفر جهاز مانع الانفجار. جماع صمامات مانع الانفجار يحتوي على عدة صمامات مركبة فوق بعضها البعض. هذه الصمامات الكبيرة تسمى موانع الانفجار. المصنعون يصنفون جماعات موانع الانفجار حسب الضغط الذي تعمل ضده، ويبدأ من 2000 رطل على البوصة المربعة pounds per square inch أو PSI إلى ضغط قد يصل إلى 15,000 رطل على البوصة المربعة، وهذا حوالي 14,000 كيلو باسكال إلى أكثر من 100,000 كيلو باسكال. عادة يكون لأبراج الحفر نوعين من موانع الانفجار، في الأعلى مانع انفجار حلقي، وسمي مانع حلقي لأنه يطوق أعلى ثقب البئر على شكل دائرة أو حلقة، وتحت مانع الانفجار الحلقي يوجد مانع الانفجار ذات المدك. صمامات الإغلاق في موانع الانفجار ذات المدك تغلق بالتضاغط ضد بعضها البعض. خط الخانق هو الخط الذي يسري من خلاله موائع البئر إلى مشعب الخانق عندما تقفل موانع الانفجار. بالرغم من أن موانع الانفجار تغلق البئر، إلا أنه يجب على طاقم برج الحفر إيجاد طريقة لإزالة أو إدارة موائع الرفسة وطين الحفر خارج البئر. عندما تغلق موانع الانفجار البئر، يخرج الطين وموائع التكوينات الأرضية خلال خط الخانق إلى مشعب الخانق. المشعب مصنوع من أنابيب وصمامات خاصة، وأهم صمام هو الخانق. الخانق هو عبارة عن صمام له فتحة قابلة للتغيير. طاقم برج الحفر يديرون موائع الرفسة خلال الخانق ليحافظوا على الضغط المعاكس على البئر. الحفاظ على القدر الصحيح من الضغط المعاكس على البئر يمنع مزيدا من موائع الرفسة من دخول البئر، وفي نفس الوقت يستطيع طاقم برج الحفر إخراج موائع الرفسة خارج البئر ووضع طين أثقل لإخماد البئر أو لإعادة السيطرة عليه. تترك موائع البئر مشعب الخانق وتتحرك عادة إلى فاصل الطين عن الغاز. فاصل الطين عن الغاز يفصل الطين من الغاز في حالة الرفسة. يذهب الطين النقي إلى الخزانات، أما الغاز فيحرق بعيدا عن الموقع. عندما يتعرض البئر لرفسة وتكون موائع الانفجار مفتوحة، فإن الموائع الخارجة من البئر تجبر الطين على السريان إلى أعلى خلال تجويف البئر ثم إلى جماع صمامات مانع الانفجار. عندما يغلق عامل الحفر مانع الانفجار الحلقي يتوقف السريان. عادة يغلق عامل الحفر مانع الانفجار الحلقي أولا. يحول مانع الانفجار الحلقي المغلق السريان إلى خط الخانق والذي يتوجه إلى مشعب الخانق. يمكن لعامل الحفر أن يفتح صماما على خط الخانق والذي يدير موائع الرفسة بأمان خارج البئر من خلال مشعب الخانق.